يعني في الصورة الأولية، كيف ترون طبيعة هذه المقترحات التي قدمتها طهران إلى هذه البلدان؟ طبعا إيران لم تكشف رسميا عن طبيعة هذه المقترحات والخطوط العامة لهذه المقترحات، وإنما جرى حديث عن الصورة العامة وتسريبات عن الخطوط الرئيسية لهذه المقترحات. التفاصيل لم تصدر حتى اللحظة، ربما للتطلع لكيفية الرد الغربي على هذه المقترحات، لكن الخطوط العريضة والملامح العامة لهذه المقترحات تتضمن، وحسب وزير الخارجية من شو متكي وكذلك